لما طعنونا أهل السنة طعنوا في ظهورهم في إرجاع أغلب الأطباء الخونة وأغلب المدرسين الخونة وأغلب المرضات الخائنات وأغلب الطلبة الخونة وبعض السوريين وبعض الوزراء وكذلك المحرضين من الخائنين والخائنات إلى أعمالهم لا منحهم كافة حقوقهم وما كانوا عملوا شيء وما كانوا خان الوطن وما كانوا قالوا بإسقاط النظام وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.